بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم وسهلا في خلفية جديدة من سلسلة تصميم الخلفيات وبرمجة الموشن جرافيكس. النهاردة إن شاء الله محاضرتنا مقسومة لجزئين. الجزء الأولاني هنعمل فيه الخلفية الجميلة دي، والجزء الثاني بنفس التكنيك تقريبا هنعمل خلفية تانية مختلفة عنها إلى حد ما. أنا حبيت أقسم المحاضرة على جزئين بس علشان ما يبقاش حجمها كبير وما طولش عليكم بالمرة. نشوف الخلفية مع بعض. ادي شكل الباك جراوند الاولانية. طبعا يعني في ناس لو شافتها تقول لك ده معمول بفلتر التراكوت شاين عشان الاشعة الخارجة دي، لكن هو مش بالشاين خالص، كله يدوي جوه الافطر. يعني عشان نعمل الخلفية دي انا استخدمت حبة افكتات صغيرة قوي جوه الافتر، بلت ان في الافتر، ما جبتش حاجه من بره اللهم الا بس الراديال فاست بلر. نروح على كومبوزيشن، نيو كومبوزيشن، اعمل خلفيه بالمقاس اللي انت عايزه. انا اشتغلت على وايد سكرين سكوير بيكسلز، انت بالخيار تعمل اللي انت هتحبه. اول حاجه هروح على لير نيو سوليد واسميها فراكتال نويز، بعد كده انتر. من اسمها هروح اطبق الفراكتال نويز، اسحبه عليها كده. اول حاجة هغير الفراكتال تايب من بيزك لتربولنت بيزك. طبعا على فكرة انت حر، لو انت عايز تغير تجرب اشكال مفيش مشكلة، بس دي اقربهم لان انا عايز بلوكات، فهي يعني قريبة شوية من البلوكات. النويز تايب هقول له بقى بلوكس، عملت لي بلوكات جميله قوي. طبعا ممكن تغير زي ما انت عايز، ممكن هنا تربولنت سبوز، ممكن تغير لتربولنت شارب، يعني دايناميك بروجريسيف، يعني حسب ما انت حابب الشكل بتاعك. بعد كده الكونتراست هقللها شويه لاني هفتحها بعد كده من ادجستمنت لاير، اخليها مثلا 80. بعد كده الكومبلكستي، كومبلكستي نقدر نقول عليها اللي هي الديتيلز او عدد ليارات النويز، هقللها شويه عشان اجيب شكل سموز بالمنظر ده كده. هفتح لاول مره السب سيتنجز اللي بتتحكم في الكومبلكستي. عندي حاجه اسمها الانفلونس اللي هو النسبه المئويه للكومبلكستي، انا هخليها 50%، تمام، بحيث التباين او الكونتراست بتاع الديتيلز ما ياثرليش على الكونتراست العام بتاع النويز. بعد كده السب سكيلنج اللي هو حجم الديتيلز بتاعت الكومبلكستي، هي حاجه و50، ممكن اخليها مثلا 30. هتلاقي بص عمل لك بلوكات كبيره وبلوكات جواها بلوكات صغيره. طبعا تقدر ان انت تصغر القيمه دي او تكبرها على حسب ما انت عايز، نخليها مثلا 25، ما بنحبش احنا الفكه دي. بعد كده نيجي نتكلم على الايفولوشن او التحريك بتاع النويز. طبعا انسى الطريقة ان انا احركها بالالت كليك زي ما احنا اتعودنا، خلاص هقول له الت كليك على الايفولوشن واقول له تايم، بمعنى بدل قيمة الايفولوشن دي او بدل الدرجة دي بالوقت. ممكن اقول له تايم بس، لو انت جيت كده هتلاقي الايفولوشن عند اول ثانية مثلا هنلاقيها بقت بواحد، نوصل بس عند الاولانية اهي بقت بواحد، وهنا برضو بقت بواحد، يعني كل مرة هيزودها بمقدار درجة. لكن لو انت عايز اسرع من كده شوية اعمل لها مالتبلاي او استريك 100 مثلا بالشكل ده، هو كده. لو انت جيت تمشي هتلاقي الايفولوشن، لو احنا وقفنا مثلا عند الثانية 2 في 100 ب 200، هتلاقيها انا واقف عند 1.29 فهي 196. طيب بعد كده عشان اول فريم، عشان اخر فريم يبقى زي اول فريم، افتح ايفولوشن اوبشنز واعمل سايكل ايفولوشن. يعني انت واقف عند اول فريم اهو، بص لو انا رحت لك لاخر فريم هتلاقيه زي اول فريم، علمها بالنقط بالبلوك الابيض ده اهو، هتلاقيه موجود زي ما هو. ده بالنسبه للايفولوشن سايكل. بس على فكره هو في حاجه، احنا قلنا الايفولوشن سايكل هي مش هي بتشتغل وكل حاجه، بس مش بتشتغل مظبوط قوي
في حتة الاكسبريشن، لان كده كده هو بيزيد في كل مرة. طيب نقفل بقى الجزئية دي، اجي بعد كده على اني الونه احط له سي سي تونر، او ممكن احط له الهيو ساتوريشن، وممكن احط له الكيرفس، وممكن احط له الكالوراما، لكن اسهلهم السي سي تونر. اخد كده يعني، حاول تخلي اللون فاتح شويه لان هيغمق بعد كده لما هنعمل له دوبليكيت. يعني مثلا انا هاخد لون وليكن اللي هو اللون السيان ده، مش سيان يعني، لون اخضر رصاصي مخضر كده بالشكل ده كده خلاص. وخلي بالك، لا لا خليك زي ما انت عادي، انا كنت اعمل دوبليكيت او نخليه اللون ده، انا مش عارف اللون ده لونه ايه بس هو لونه حلو يعني. نعمل اوكي. بعد كده بقى نعمل دوبليكيت للنويز خلاص. بس في حاجه في الـ في الـ في اللاير دي قبل ما نشغل اي حاجه نسميها بلر، عشان احنا هنحط هنا بلر وخلي الفراكتال نويز زي ما هي. تعال على البلر بقى، اول حاجه تعملها علي الكونتراست شويه، خليها 120 بحيث تبقى باينه وظاهره كده بالمنظر ده. خلي ال ايه تاني في حاجه نسيناها في الفراكتال نويز، انا هقفل لكم دي. بس في الفراكتال نويز ده افتحه وروح للترانسفورم، خلي السكيل عالي شويه، خليه مثلا 300 بالمنظر ده كده. يعني خلي السكيل مثلا 300 بالشكل ده كده، ودي 50 ودي مش عارف ايه كده، مظبوط كده مظبوط. تربيرنت بيزك وبلوكس والكونتراست ب 80، السكيل ب 300، كومبلكستي ب 2 نخليها 2، دي نخليها 50 زي ما هي، ال 25 دي ممكن نخليها 35 المنظر ده كده. ده بالنسبة لدي. تحتها على طول السي سي تونر، كده مظبوط. نقفلها، نفتح بقى اللي فوقها دي بالمنظر ده كده، نخلي السكيل مثلا ممكن نخليه 80 بالمنظر دوت، ممكن نخلي ال ايه تاني، مفيش هنا حاجة تانية نغيرها. نقفل. بعد كده احط دايركشنال بلر بالمنظر ده كده، اخلي البلر ده، اصل البلر ده هيعمل لي زي خطوط مزغلله كده، هخليه مثلا 100 بالمنظر ده، وغير بقى الزاويه بتاعته، يعني مثلا هخليه بالزاويه دي كده. بعد كده غير الترانسفير مود من نورمال، ممكن تخليه كده لو عايز، هي جت فيفيد لايت، وممكن انك انت تخليه هارد لايت بالشكل اللي انت شايفه ده. لكن في نقطه، لو انت خدت بالك البلار نزل ابيض صح؟ ليه؟ لان الترندر كالاتي: فراكتال نويز، بعد كده رندر اللون، وبعد كده رندر الدايركشنال بلار. انا اخر حاجه عايز الترندر اللون، اسحب اللون ده ارميه تحت كده، اصبح كده الدايركشنال بلار واخد لون السي سي تونر. لو انت مشيت كده هتلاقيها بالشكل دوت. طيب كده خلصنا من الدايركشنال بلر. وعلى فكره تقدر انت تعدل الزاويه بتاعه البلر، عشان كده سموه دايركشنال، لانه بلر ممكن ان انا اتحكم في اتجاهه. طيب بعد كده لو انت خدت بالك، عايز اعمل السكان لاينز دي،
اللي هي الخطوط المقطعة دي. على فكرة دي ليها طريقتين، ممكن ان انت تروح على لاير نيو سوليد خليها سمراء، ان خلي بالك السكان او الخطوط هتاخد نفس لون السوليد، اسميها سكان لاينز تمام بالاس واعمل اوكي. ممكن احط جريد، ممكن احط افكت جريد، يعني ممكن اخد الجريد احطه كده تمام، واخلي اللون اسود اسمر، وبعد كده هاجي في الانكور بوينت عشان النقطة اللي بتتحكم في نقطة انبعاث الخطوط دي هخليها من الاطراف هنا كده. بعد كده هقول له السايز فروم اللي هو حجم الجريد من الويتس والهايت سلايدر، بحيث ان اقدر اتحكم في المسافة في العرض والارتفاع. هزود دي قوي ليه؟ لان انا مش عايز خطوط بالطول، هي 500 خليها 1000 كده، يبقى مفيش خطوط بالطول. تعال على الهايت، قلل الهايت، قلله مثلا خليه 5، البوردر خليه 2 خلاص. البوردر على فكرة اللي هو السمك خلاص، 3 2 حلو، 2 خلي ده 4 بالشكل دوت. الفيزر اللي هو النعومة على الويتس وعلى الهايت بواحد، نخليها بواحد خلاص. ممكن نخلي نزود دي، نقللها شوية بالشكل ده كده عشان تديني الشكل الجميل ده، يعني سكان لاينز. دي طريقة بالجريد. في طريقة تانية خلاص بإفكت اسمه فينتيان بلينتس. فينتيان بلينتس لو انا خدته سحبته كده، اقفل الجريد بس عشان اوريك ده بيعمل ايه. خلاص انا خدته سحبته على السوليد، خلي بالك ان ده افكت اصلا ترانزيشن بين فيديو وفيديو تاني خلاص. بس لو انت شوف عملت ترانزيشن كومبليشن بالمنظر ده هيدي لك اللاينز، ممكن اخليها 50 تمام. في هنا الزاويه خلاص ممكن اخليها 90 درجه عشان تبقى عرضيه. في الويتس او العرض ممكن ان انا اقلله اخليه مثلا 5 بالمنظر ده. في الفيدر ممكن اخليه 1 بالشكل ده كده. ده او ده اللي يعجبك اشتغل بيه، اللي يعجبك اشتغل بيه. هقلل الويتس شوية خليه 4 بالشكل ده اهو، واغير بقى البلند مود اخليها اوفرلي عشان يندمج، يحصل له بلند جميل قوي مع الباك جراوند اللي تحته. خلي دي بقى 5 عشان الراجل يبان شويه بالمنظر ده كده. ادي الباك جراوند بتاعتنا، شايف بقى شكلها جميل جدا. طبعا هي الخطوط اللي ظهرت مره واحده دي عشان انا بسحبه بايدي كده. نقفل ده. طبعا لو انت زي ما انت تحب ممكن تشيل ده وتشتغل بالجريد، يعني انت بالاختيار براحتك، انا جربتها لك على ده وجربتها لك على ده. طيب كده احنا اشتغلنا، عملنا السكان لاينز، عملنا البلر، وعملنا الفراكتال نويز. فاضل بقى الاشعه اللي بتخرج من بين الفراكتال نويز ده وبعضه تمام. عشان نعملها هنروح على حاجه حلوه قوي، لاير نيو ادجستمنت لاير. الادجستمنت لاير دي نحط عليها سي سي راديال فاست بلر. السي سي راديال فاست بلر مشابه للشاين، مشابه للشاين. طيب نزود الاماونت بتاعه اخليه 100، شوف عامل ازاي. بس الزوم هو ستاندرد فتتحس ان هي الصوره فيها، يعني بص لو انا قللته شايف اكنها بتعمل زوم. لا انا عايز الزوم بتاعه مش ستاندرد، عايزه على البرايتست، يعني يشتغل على المناطق الفاتحه. شايف كده اشتغل، لو انا قلت له على الداركست اشتغل على الغامق، ده انا عايز على البرايتست. بس المنظر ده اخلص منه على طول بالبلند مود. ممكن تحطها مثلا اوفرلاي، يعني انا بجرب، يعني انا كانت اكتر هي اللي جت معايا البين لايت. يعني شوف البين لايت بقى خرجهولي من ايه؟ من الاشعه المضيئه بس، يعني البين لايت طلعه من ما بين
هي بين، بس طلعهم ما بين مين؟ ما بين الخطوط بتاعت الجريد لاين، ما بين الخطوط بتاعت ادي بالمنظر ده. طبعا تشوف انت الافكت ده على طول دماغك تروح لمين؟ للتراب كود شاين. طيب اخر حاجه في الفينش لوك بتاعها، هنعمل حاجه حلوه قوي، نروح على برضو لاير نيو سوليد، نحط لا سوليد ايه، لاير نيو ادجستمنت لاير، بس احط عليها كيرفز عشان الالوان، عشان الالوان. انا عايز اعمل بوست للون، والله ما انا عارف دي مديه على اخضر ولا على ازرق، بس هي متهيألي مديه على، مش عارف، بس متهيألي مديه على اخضر يعني. اولا الار جي بي اللي هي اللون العام، خلاص انا هفتحه شويه بحيث اخليه فاتح. الاخضر يعني هزقه لفوق شويه كده بالمنظر دوت، اجي على الار جي بي تاني هرجعها تحت، هقول لكم ليه، لاني عايز افتحها في المناطق الفاتحه بس. هحرك ده كده، كده فتحت في المناطق الفاتحه بس، انا عايز المناطق الفاتحه تبان قوي بالشكل ده كده. والبلو اللون الازرق اسحبه منها شويه بحيث تدي على اخضر، الاحمر ملناش دعوه بيه، اشوف الجرين بس هل مظبوط ولا لا، ممكن ان انا افتحه في الحتت اللي فيها شادو شويه كده بس مش قوي بالشكل ده كده، وافتحه في الحتت الفاتحه شوف. لو جينا بقى نعمل لها رندر نشوف شكلها هيطلع عامل ازاي. رندرنا احنا كده حوالي 3 ثواني وكسر داخل على 4 ثواني، تعالوا نشوف كده هيبقى الشكل عامل ازاي. هنلاقي الاشعة الجميلة اللي بتخرج، طبعا يعني ده محاكاة لإفكت الشاين. طيب ده كده انتهى الجزء الاولاني من المحاضرة دي، اشوفكم ان شاء الله في الجزء التاني بنفس التكنيك، هنعمل خلفية مختلفة الى حد ما عن الخلفية دي. شكرا واشوفكم في الجزء التاني.